السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوب، نص شعري الرائد في اللغة العربية على بركة الله. إذا هو هذا النص، نشوفه. إذا تعريف الشعر: كلام موزون ومقفى، يعني فيه القافية أنواعه. هذاك ربما غتلقاو هادشي بعض منه في استنتيج أركيب ديالكم اللي عندكم. مهم، هذا غير للفائدة. مجال النص مجال فني ثقافي، نوعية نص قصيدة شعرية حرة. لماذا قلنا حرة؟ لأن ما كاينش البيتين يعني ماشي شعر عمودي، بل هذا شعر حر. طريقة نظمية: يعتمد النص نظام الشطر الواحد والتنوع في الوزن والقافية والروي، وهذه خصائص الشعر الحر. عدد الأسطر 16 سطرا شعريا. روي القصيدة متنوع بين الهمزة والنون والفاء والراء، يعني تشوفوا آخر حرف كيتسمى الروي. العنوان أيوب، تركيبيا اسم عالم مفرد، دلاليا اسم نبي من أنبياء الله عز وجل. عرف بالصبر والقدرة على التحمل. السطر الأول والسطر الأخير: السطر الأول نداء شاعر ربه ليشكو مرضه. السطر الأخير تمني الشاعر الموت بأرض وطنه بعد أن استسلم لمرضه. الفرضية: نفترض أن الموضوع يتناول آلام ومعاناة الشاعر ومرضه، مع مرضه. بعض الشروحات ما بحال مثلا: الدجى، الليل الشديد، الشديد الظلمة، أعباء، متاعب، نائن، بعيد أو بعد، نائن بعيدين أو بعيدين، أو ناء بعودة، لا ضين الفعل، سدفة، الظلمة، وكي يلتموني. عندنا هذا الشرح كاين عندكم، سدفة ولا تومن مني. إذا الفكرة العامة: تصوير معاناة الشاعر مع مرضه بعيدا عن أهله وتمنيه الموت للحد من آلامه. المعجم ديال المعاناة، نطلب لكم معجم معاناة، راه هما قاعدوا بكلمات وعبارات كيدلوا على الآلام والمعاناة. الرسم المرفق يعبر عن شخص جالس على كرسي في هيئة تدل على كونه منهكا، إما بسبب مرض أو شدة الهم والغم. هذا الحقل غادي يطلبوا لينا في واحد السؤال. هادو المضامين ديال المقاطع اللي قسمناهم ثلاثة المقاطع. نطلبوا لكم الأفكار الأساسية، وما هادو القيم المتضمنة: الصبر واللجوء إلى الله في الشدائد، وحنا كنلتجئ الله في الشدائد وفي الرخاء، في الرخاء والشدة. النداء، هادو غادي يسولونا على النداء، الأمر لله، غادي يكون واحد السؤال على التمني غنحتاجوه. إذا المهم هذه الأساليب. هنا البلاغة، كاين تشبيه البليغ، الاستعارة، كاين الرمز، كاين تركيب النص، ها هو اللي احتاجيته، التركيب والتشبيه، الاستعارة، الجمل والضمائر. وعلى بركة الله نبداو. يا رب أيوب قد أعيا به الداء في غربة دون ممال ولا سكن، يدعوك في الدجن، يدعوك في ظلمات الموت أعباء، ناء الفؤاد بها فارحمه إن هتفا، يا منجيا فلك نوح مزق الصدفا، عني أعدني إلى داري إلى وطني. أطفال أيوب من يرعاهم الآن، ضاعوا ضياع اليتامى في الدجى شاتي، في لندن الليث موت نزعه السهر والبرد والضجر. يا ربي يا ليت أني لي يا ربي يا ليت أن لي إلى وطني عود لتلتمني بالشمس أجواء، منها تنفست روحي طينها بدني وماؤها الدم في الأعراق ينحدر، يا ليتني بين من في تربها قبر. إذا كان هذا قراءة شعرية. إذا اللوح، لاحظ ما يأتي: اللوحة المصاحبة للنص، زمن كتابة النص، مكانها، سنة وفاة. افترض موضوع يعني قلت لاحظ هادو، يعني اللوحة وزمن الكتابة اللي هو 1962 المكان ديالها وسنة الوفاة، باش نعبر نقولو موضوع النص: تصوير شاعر حالته النفسية المتأزمة ومعاناته مع مرضه قبيل موته بسنتين، لأنه هو توفي في 1964. القصيدة كتبت في لندن في أواخر سنة 2022، يعني 29 12 على يومين على 63. حدد حالة الشاعر من خلال السطرين الأولين. نقوله: نداء الشاعر ربه ليشكو مرضه ومعاناته في الغربة بلا أمل ولا سكن، وهذا يشير إلى، نسينا واحد إلى، تم إلى حالة اليأس التي يعيشها.
يعني أن الشاعر كان يائسا، هذه هي الحالة دياله. يدعو الشاعر ربه لأنه يتمتع بصحة جيدة، يعاني من مرض، لأنه يعاني من مرض، يختار الجواب المناسب، وعبارة من نص تبرر هذا الجواب هي هذه: يا رب أيوب قد أعيا به الداء. يعني هو هنا الشاعر يشبه نفسه بأيوب عليه السلام الذي أعياه المرض، أي أن الشاعر قد أعياه المرض كذلك. يعيش الشاعر داخل وطنه خارج وطنه؟ علل جوابك. أولا أن عدنا لتحت هذيك لندن، وعاد في وسط، احنا نقولوا بعدا خارج وطنه، وغنشوفوا في الداخل ديال القصيدة عندنا: في لندن الليل موت نزعه السهر. نعم، أبرز أمنية الشاعر من خلال المقطع الأخير. المقطع الأخير: يا ليتني بيت من بين من في تربها قبروا. يعني تمني الشاعر العودة إلى وطنه والموت على أرضه، يعني كيتمنى أنه يدفن في تربها، يعني بلاده أرضه. غادي نجيبوا الألفاظ والعبارات اللي نعمروا بها هذا النص، اللي فيها الابتهال إلى الله، الحالة الاجتماعية، الحالة النفسية، هكذا بديناها معكوس الجدول، ماشي مشكل. حقل الحالة النفسية: إعياء أعيا به الدجن أعباؤنا الفؤاد بها مزق السدفاء، الليل موت نزعه السهر، الضجر تنفست روحي. بالنسبة للحالة الاجتماعية: غرفة دون ممال ولا سكن، أعدني إلى داري إلى وطني، أطفال أيوب من يرعاهم. حقل الابتهال: يا رب أيوب يدعوك ارحمه، يا منجيا فلك فلك نوح، يا رب. هذه الابتهال والدعاء. استخرج من النص عنصرا من الطبيعة يحيي بالسواد والتشاؤم. هو الليل، يعني الدجى، راه عندنا الدجى في النص، أو الدجن جمع. عنصرا من الطبيعة يحيي بالإشراق هو الشمس. يحضر نبي الله أيوب ليرمز إلى أن الشاعر يملك القدرة على الصبر والتحمل، ما دام شبه نفسه بأيوب عليه السلام. فعندما نتحدث عن الصبر فإننا نتحدث عن أيوب عليه السلام. لا، علل جوابك بعبارة من السياد. نسيت هذيك العبارة. المهم، هذا النداء بالنسبة للأربعة، ذاك أسلوب النداء بالكثرة. أمثلة اللي عندنا: يا رب ويا منجين. هذيك العبارة ديال أيوب صابر، خذوا هذيك يا نعم. إذا الهدف من استعمال هذا الأسلوب هو، يعني النداء، تأكيد بعد المسافة. لا، إذا تأكيد أن الله تعالى بعيد في مكانته، لكنه قريب ورحيم يجيب دعوة الداعي. العبارة من النص، وما هذوك الأساليب: يا منجيا، يا منجيا فلك نوح. استعمل الشاعر أسلوب التمني ليعبر من خلاله عن قرب تحقق أمنياته، قرب تحقق أمنياته. هذا التركيب. هذا بالنسبه لك: يحتاج الانسان في مرضه الى لحظه المرض الا من يخفف عنه. انا كنكتب واحد الرساله، انا اعطيك واحد النموذج، خذ منه ما داكشي اللي بغيتي، وقدم لك الرساله لصديق ديالك، ولا ترسليها لصديقه ديالك، تقولي لها: اقدم لك خالص تحياتي والاشواق لرؤيتك والسؤال عن صحتك الغاليه، متمنيا من العلي القدير ان يكتب لك الشفاء. كنتي كتخاطب بصاحبتك، غتقول لها: لك بطبيعه الحال لقد تأثرت كثيرا عندما علمت مرضك من أحد الأقارب، وحزنت على ما أصابك من آلام ومتاعب بسبب المرض المفاجئ، فلا تيأس من رحمة الله، فإن رحمته واسعة، وجميع الأهل والأصدقاء يدعون لك أو لك بالشفاء العاجل. صديقي الغالي، سوف أحضر لزيارتك قريبا لكي أطمئن عليك وعلى صحتك الغالية وجميع الأهل. هنا نشوف لك صديقي الحبيب في نهاية الرسالة، أقدم في الكلمات مخالص الحب والتقدير والمحبة، تحيتي لك والأسرة الكريمة، ودعوتي لك بالصحة والعافية، ويحفظك الله من كل شر، وأسمع عنك قريبا إن شاء الله كل خير، مع تمنياتي كذا 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 كذا. وهذا راه بحث مطلوب منك في المؤسسة ديالك. وصلوا وسلموا على رسول الله.